السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أعمل لكم وصفة جديدة وقديمة بالقناة. هي قديمة بعمل إنه هي عمل جدات، يعني كانت تيتا الله يرحمها أم البابا تعمله وكان ينجح معها بشكل رهيب. كنت أنا كتير حبه وفضله. هو مخلل الباذنجان، جبت باذنجان مندوس مثل ما شايفين، فطلع عندي شوية باذنجان هيك حبته ناعم كتير، ما راح أعمله مندوس، راح أعمل لكم إياه مخلل. أول شيء رح نعمله هو بدنا نسلق الباذنجان، بس قبل ما نسلقه بدنا نقص هاد هيك، شايفين كيف؟ منقص منخلي هذا الطرف العريض شوي هيك بهذا الشكل، نقصهم شايفين شلون هذا هيك بهذا الشكل. هلا بدنا نسلقهم. هلا هيك الباذنجانات اللي للمخلل بدنا نحط عليهم تتقيلي، حاول انه ما يفوش منه شيء لبرا، ومنتقل عليهم ومنتركهم ينسلقوا. نحط عليهم شوية مي مشان يضلوا مغمولين بالمي ما يطلع شيء منهم. هلا هيك بنفقدوا، شايفين كيف صار طري؟ شايفين كيف؟ استواءه صار حلو. الباذنجان انسلق هون. هاي لتر مي حطيت فيها شيء تقريبا معلقة ونص ملح خشن، لازم يكون ملح خشن. هاي مشان هلا وقت اللي نتبلهم نحط بقلب. عندي قرن فليفلة حر. والباذنجانات هون حاطة معلقة فليفلي مطحونة، هاي من سوريا، توم مهروس، وتقريبا معلقتين دبس فليفلي، معلقة حرة ومعلقة حلوة، بخلطهم ببعضهم بيعطوا نكهة كتير طيبة. المي رح نقيمها على جنب، وقرن الفليفلي هذا الأخضر هذا حر رح حطهم على جنب مشان بالنهاية وقت بدي استخدم المطربان. هلأ هون شوفوا كيف منخلي هذا القمع لأنه كتير طيب، منشق هيك ما منشق على النهاية مثل المكدوس. هاد يعني مخلل عالمي، توم وفليفلي بهذا الشكل، ونتابع كل الكمية بنفس الطريقة، نشقها هيك شيء ابدا بقدر اصبع يعني، ونحط من الفليفلي والتوم بين ما يذوب الملح بالمي، نكمل بنفس الطريقة وبنرجع لكم. وهلأ هيك بسفل المطربان عندي شرحتين فليفلي بحطهم فوق الفليفلي، منصير نرتب الباذنجان مثل ما شايفين انا عم رتبه هيك واقف، ترتبوا بالشكل اللي انتو بدكن اياه. يا سلام، من اطيب المخللات اللي رح تاكلوها، خاصة اذا هيك تركتوا هذا القمع الاخضر. القمع الاخضر رح تاكلوه اطيب من الباذنجان نفسه. منتابع هيك بنفس الشكل منصفهم. هاي طريقة تيتا الله يرحمها ويغفر لها يا رب، شو تعلمت منها شغلات عن جد، دائما بدعي لها بالرحمة، الله يجازيها خير دائما، الله يرحمها ويغفر لها على اي شيء تعلمته منها، وكانت هي سبب باني اتعلمه. هلا هيك طبعا المخلل ما فينا نخليه خفيف ملح، لازم يكون ظاهر ملحه الا بيخرب عنا، طلع الريحة وهيك وما ظريف، فلازم يكون ملحه راكز بهذا الشكل. حط عليه المي. هلا انا ما بصدق بعد له دقايق حتى يستوى ونصير ناكل منه بقى. هلا هيك نتركه، بده تقريبا 4 لـ5 ايام لحتى يحمض معنا ونقدر ناكله. بنسكرهم ونشوفكم ان شاء الله مرحلة ما بعد الاستواء. وهيك مثل ما شايفين مخلل الباذنجان، شايفين لونه كيف صار بالمطربان وريحته هيك، فتحت هلا المطربان ريحته شيء شو بدي اقول لكم، عم تشتهوا تفطروا يعني، انا هسه ما فطرت بشتهي هلا اقعد افطر مخلل الباذنجان. هلا رح فرجيكم اياه. مثل ما قلت لكم ما لازم تمدوا ايدكم على قلب المطربان بدون كف، او يعني بالشوكي بالمعلقه طالعه، المهم ما طالع بايدكم، بصير طبقه عفوني على المخلل بسبب انكم تمدوا ايديكم بقلبه. شوفوا ما شاء الله، يا سلام، شيء بياخذ العقل. الله يرحميك يا تيتا كانت معلمي. شوفوا ما شاء الله شيء بشح القلب. هلا رح ابليهم بالصحن وفرجيكم اياه هون مرحله الدواء، اكيد اكيد رح ندوق مع بعض. شوفوا شوفوا يا الهي ما احلاهم. هو احلى شيء يكون مستوي، في ناس قاعد تعملوا هو باذنجان هيك ما بيزبط.
هلا رح فرجيكم، شايفين هيك سكبتوا بشه القلب. هلا رح فرجيكم نحن عم ندوق قطعه، شوفوا رح فرجيكم قلبها، شوفوا شوفوا المنظر، شي بياخذ العقل. هذا لا تكبوا، هذا اطيب شيء، ما تكبوا غير هذا العود. يا سلام، عن جد جربوه بهاي الطريقة بإذن الله رح تدعوا لي. ما قلت لكم أطيب شيء فيها هذا القمع الأخضر. مع كل طبخة معلومة، معلومتنا اليوم هي عن المخلل. المخلل هو عبارة عن بكتيريا نافعة، وأكله بيعزز البكتيريا النافعة بالأمعاء مشان تساعد على الهضم. يعني الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالهضم المخلل بيساعد وبيعزز البكتيريا النافعة. جربوا طريقتي، جربوا وصفاتي، وعاد وصفاتي ما بتعرفوا اللي تجربوها. إن شاء الله يا رب جربوها تنال إعجابكم. نادوا عن حول أهل بالرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.